ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة وهنتكلم عن حاجة حلوة انا مجرباها، ان شاء الله هتعجبكم. قبل ما هنبتدي هنعمل لايك سبسكرايب لو انت مش مشتركة في قناتي، وما تنسيش لما تدوسي سبسكرايب هيطلع لك كذا حاجة، فاختاري الكل او قول عشان يوصلك كل حاجة انا بقدمها. ففاصل صغير وهرجع لكم على طول، فخليكم معايا. بعد الفاصل والنهارده هنتكلم عن منتجات يولو. يولو منتجاتها حلوه جدا جدا، وانا جربت النول بولش ريموفر، حلو جدا 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 جدا. النهارده هكلمكم عنه. انا بستخدم مانيكيرات كتير وبحط كذا طبقه، في انواع مانيكيرات بتبقي محتاجه ان انت لازم تستعملي نوع اسيتون معين يكون قوي، في نفس الوقت ما ينشفش ضوافرك ولا يجيب لها جفاف ولا يشيل الطبقه اللي بتكون من فوق، علشان الطبقه ديت هي اللي بتحمي الضوافر وما تخليهوش خشنه خالص. حلو كمان الاسيتون يولو، في انواع زي كده، في انواع زي كده بتكون فيها جليتر، فانواع الجليتر بتبقى صعبه شويه ان انت لما هتيجي تشيليه، فبتحتاجي كذا طبقه من الريموفر علشان تشيليه. وفي انواع مانيكيرات بتكون قويه شويه، فلازم تستخدمي كذا طبقه. غير ان انا كمان دايما دايما حتى لو اي نوع مانيكير عندي يكون كويس، بس لازم احط فيه فوقيه الطبقه اللي هي ملمعه، وفي نفس الوقت عشان تثبته لفتره اطول، فبستخدم ده كمان، وده ثابت جدا، فبيبقى محتاج ان انا يكون عندي اسيتون كويس ونوعه كويس. تمام. انا بستخدم يلو اللي هو بالفانيليا، حلو جدا جدا ومش غالي. انا كنت جايباه من بارتيشن يلو في مول العرب تقريبا، وبقى موجود في كل حته دلوقتي. انا اللي بستخدمه ده بالفانيليا. حلو كمان ان هو فيه فيتامين اي وفيه زيت خروع، وده حلو جدا جدا لضوافرك. في انواع كتير هتلاقي مكتوبه من ورا لو انت عايزه تجربي انواع كتير، في ستروبري، في جرين ابل بالتفاح الاخضر، في فانيليا، في ليمون، في بلو بيري اللي هو التوت، في انواع كتير قوي، في بابل جام ده جديد قوي لونه على اورنج شويه كده، في بالايس كريم، في بالكاندي كوتون، وفي بالمنت اللي هو بالنعناع. دول اغلبهم. هتلاقي كمان مكتوب عليه ان هو في فيتامين اي، وفي كوستر اويل، وفي ووتر. بس ده حجمه كمان 135 مللي، حجمه حلو جدا جدا وهيقعد معاكي فترة طويلة. انا في العادي بستخدم طبقه واحده بيمسح حلو قوي قوي. لما تكوني حاطه مانيكير لونه غامق او نوع جليتر هتحتاجي تستخدمي كذا طبقه علشان تشيليه كويس، وكمان الضوافر تبقى نظيفه. انا استخدمت النوع بتاع يلو ده، حلو جدا جدا، انصحكم يا بنات تجربوه. انا جربت انواع تانية كتير، في ايفا برضو كان نوع حلو جدا، برضو كنت جربته، حبيت اغير وجبت دوت من فتره فعجبني. في انواع تانية كنت مجرباها بس ما كانتش بنفس جودة دوت، فعجبني وسعره حلو وهيقعد معاكي فترة اطول. فده كان تجربتي عنه، فانصحكم تجيبوه اللي لسه ما جربوش. كمان المانيكيرات بتاعته حلوة جدا. ده كان ريفيو النهاردة عن نول بوليش ريموفر يولو. لو عجبكم فيديو اعملوا لايك سبسكرايب، وهشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد ووصفات تانية كتير بقدمها. ودلوقتي هقول لكم باي باي.